اهلا وسهلا، انا الدكتور عبد المجيد شيخ طه، اخصائي بجراحه العمود الفقري وجراحه عظام الاطفال في الجامعه الامريكيه في بيروت المركز الطبي. بكره 29 حزيران بيسائب انه هو يوم العالمي للتوعيه حول مرض الجنف اللي الاكثر منا بنعرفه كسكوليوسس. فما هو السكوليوسس؟ شو هي العوارض اللي بتدل على وجود هيدي الحالة؟ شو هي الأنواع العلاجات المتوفرة لعلاج السكوليوسس؟ وأكيد شو أهمية التوعية لهيدا المرض وشو أهمية الكشف المبكر للسكوليوسس؟ السكوليوسس هو انحناء جانبي بالعمود الفقري، فعوض أن يكون العمود الفقري خط مستقيم عادة إذا عم نطلع عليه من الخلف بيكون في انحناء وبيكون على شكل حرف S أو C، وفي منه أنواع كتيرة حسب المسبب للسكوليوسس. من هالأنواع في سكوليوسس الخلقي يلي طبيا بنسميه الكونجنتال سكوليوسس، واللي عادة هو نتيجة خطأ بتكوين العمود الفقري في خلال فترة الحمل. في عنا نوع اسمه السكوليوسس العصبي واللي هو طبيا بنسميه النيوروماسكولار سكوليوسس، يلي هو عادة بيصيب الأطفال أو الأولاد اللي عندهم مشاكل عصبية أو دماغية مثل الأطفال اللي عندهم شلل دماغي مثال على هالشيء. وفي عنا السكوليوسس المجهول السبب واللي طبيا بنسميه الإيديوباثيك سكوليوسس، واللي هو في يصيب الأطفال بأي عمر ومن هيدي الأنواع خلال أي عمر خلال فترة النمو. من هيدي الأنواع أكثر نوع هو شائع بين أنواع السكوليوسس هو السكوليوسس المجهول السبب الإيديوباثيك، اللي بيصيب الأولاد في سن المراهقة أي بين سن 10 و18 سنة. وهيدا النوع هو الأكثر شيوعاً واللي نحنا بنسميه الأدولسنت إيديوباثيك سكوليوسس، واللي هو سبب ندوة التوعية اللي نحنا عم نعملها اليوم. وليش؟ لأنه الأدولسنت إيديوباثيك سكوليوسس واللي أنا حسميه بهيدي الندوة سكوليوسس المراهقة، هو سكوليوسس إذا اكتشفناه بمرحلة مبكرة فينا نعالجه بطريقة بدون ما نوصل لدرجات توصل للتدخل الجراحي. فكما أشرت السكوليوسس الشائع أو سكوليوسس المراهقة هو اللي بيصيب المراهقين، عادة بيصيب الإناث أو المراهقات أكثر من الذكور أو المراهقين، وفي يصير بأي وقت بين 10 و18 سنة، وأكثر فترة حرجة هي الفترة اللي بتكون حول البلوغ عند المراهق. سبب سكوليوسس المراهقة هو مجهول، ولكنه أكثر شيوعاً بالعائلات اللي عندها حالات قد تعاني أو عانت من سكوليوسس المراهقة. فمثلاً المرأة أو الرجل إذا كان عندهم سكوليوسس المراهقة لما كانوا مراهقين معرضين أكثر من غيرهم أنه يجي عندهم أطفال يكون عندهم سكوليوسس المراهقة. وفي هذه الحالات بيكون تجدر الإشارة أنه للانتباه والحيطة لمراقبة الأطفال، مشان هيك مشان التشخيص المبكر والعلاج بالطرق الخفيفة أو الهينة. فما هي العوارض والدلائل اللي بتدل على احتمال وجود هذا المرض أو هذا أو السكوليوسس؟ في كتير دلائل وعوارض فيها تصير بين 10 و18 سنة، من عدم توازي بين الكتفين، بنشوف عند المراهق أو المراهقة كتف أعلى من كتف، عدم التوازي عند الوسط أو الخصر، فمنشوف خصر في ميلين لجوا أكثر من خصر الثاني، عدم توازي عند الحوض بنشوف ميلة أعلى من ميلة، أو منشوف نتوء كتفي عند منطقة الرفش. إذا كنا عم نطلع على المراهق هو وحاني لقدام ونحن عم نطلع عليه من وراء. كل هيدي العوارض أو الدلائل
هي بتدل على احتمال وجود المرض. فإذا وجدت صار هناك ضرورة أنه نحول المراهق أو المراهقة عند أخصائي، وساعتها نحن نفحصه من عينه وبناء على المعاينة والفحص السريري منقرر إذا في ضرورة لنعمل صورة سينية للظهر كله، يلي هي منسميها طبياً سكوليوسس أكس راي. وبناء على الصورة السينية منأكد أو منجزم وجود أو عدم وجود السكوليوسس، ومنأكيد منشوف قدي درجته للسكوليوسس، وبناء على درجة السكوليوسس منعرف نحن شو هو العلاج اللي لازم ينعمل بهيدي الحالة. فدرجات السكوليوسس هي فينا نقسمها لثلاث مراحل: الدرجات الخفيفة، الدرجات المتوسطة، والدرجات المتقدمة. أما الدرجات الخفيفة فهي الدرجات اللي بتكون على الصورة السينية تحت 20 درجة، وبهالحالة المفروض علينا مراقبة عن كثب للمراهق أو المراهقة، وعن طريق فحص دوري، وعن طريق إعادة الصورة السينية إذا استدعى الأمر. وإذا لقينا أنه الدرجات زادت من الدرجات الخفيفة للدرجات المتوسطة، ساعتها نستدعي التدخل. أما الدرجات المتوسطة فهي الدرجات اللي هي بين 25 و 45 درجة على الصورة السينية، وهون يجدر التدخل، والتدخل بيكون عن طريق تلبيس المراهق أو المراهقة جهاز يلي هو حزام أو بنسميه كورسيه، اللي يفصل خصيصا للمراهق أو المراهقة، وبيلبسوه عادة طول فترة النمو حتى انتهاءه، والمفروض يلبسوه على القليلة 14 ل 16 ساعة يوميا. بيستدعي لبس الجهاز التزام من المريض وتشجيع من أهل المريض، وتكون النتيجة عادة تبع لبس الجهاز هي إيجابية حسب لبس أو عدم لبس الجهاز. فالعلاج بالجهاز بيكون ناجح بأكثر من 50% من الحالات إذا صار في هيدا الالتزام بالعلاج. بس مع هيك في عنا حالات حتى مع لبس الجهاز في بيضلوا درجات السكوليوسس عم بيزيدوا مع الوقت، وهن هول الحالات اللي بنقول عنهم فشلوا العلاج بالجهاز. وإذا وصلوا لحالات الدرجات المتقدمة ساعتها في احتمال أنه نضطر نعمل لهم تدخل جراحي. والجهاز بحاجة لمتابعة دورية وللتأكد من تكون وضعيته جيدة، ولحتى نتأكد أنه ما في عنا زيادة بالدرجات حتى مع لبس الجهاز. وتجدر الإشارة أنه الهدف من الجهاز هو نوقف الزيادة بالدرجات، ما عم نحط الجهاز للتصحيح السكوليوسس. فبس قد يحدث انه بالجهاز في حالات بتحسن الدرجات تبع السكوليوسس، بس حتى في هيدي الحالات قد انه بس ما نشيل الجهاز عند انتهاء العلاج يمكن نرجع للدرجات اللي هي بلشنا فيها، اكيد مش ان شاء الله اسوأ من هيك. من الأسئلة اللي بيطرحوها الأهل عادة إذا في علاجات تانية أو رياضات أو طرق غير الجهاز بتساعد في علاج السكوليوسس، مثل الفيزيكال ثيرابي، العلاج الفيزيائي، يعني مثل اليوغا، مثل السباحة. ما في عنا أي دليل طبي قاطع إنه هيدي الطرق بالعلاج بتعوض عن استعمال الجهاز، ولكن بحالات خاصة بنستعملها زيادة مع الجهاز، خاصة عند المراهقين يلي بيعانوا مثلا من آلام بالظهر مع السكوليوسس. وحكينا عن الدرجات الخفيفة، حكينا عن الدرجات المتوسطة. أما الدرجات المتقدمة فهي عادة الدرجات اللي بتكون 50 درجة وما فوق، وهي الدرجات التي تستدعي تدخل جراحي. وهيدي الدرجات بتصير عادة بحالتين: أو اكتشاف متأخر للسكوليوسس، فبيجي لعنا المراهق نفحصه ببين عنا على الصورة السينية أكثر من 50 درجة، فهي صار إجا أوريدي هو بدرجة متقدمة.
أو بيكون إجا بدرجة متوسطة بلشنا العلاج ولكن أو في عدم التزام للاستعمال الجهاز أو فشل العلاج بالجهاز، هونيك بيصير بيزيد ليصير بالدرجات المتقدمة وبيستدعي الجراحة. والجراحة بهذه الحالة هي عبارة عن تقويم للعمود الفقري عن طريق تدخل أكيد جراحي، ونثبت العمود الفقري عن طريق أجهزة داخلية هي عبارة عن براغي وأطبان صنعت خصيصا للعمود الفقري ولعلاج السكوليوسس. فالهدف منه للجهاز الداخلي أنه يثبت العمود الفقري بحالة التقويم اللي نحن بنحطها لبين ما يلتئم العظم ويطيب السكوليوسس. مشان هيك الانتباه لعوارض السكوليوسس والمعاينة المبكرة والاكتشاف المبكر ممكن يجنب مراهقين السكوليوسس الجراحة. دكتور، في عنا سؤال بيقول انه بتعرف هلا الاطفال الاولاد بيروحوا على المدارس حاملين شنطهم تقال، هل هذا الشيء بيؤدي ل بنحكي طبعا بعمر البكتي المبكر، هل بيؤدي لجنافة او سكوليوسس بالكتف؟ ما في دراسة أثبتت أنه حملان الشنطة على الظهر هي بتأدي لأنه يصير عنده الولد سكوليوسس، ولكن ممنوع يحملوا الأطفال أو المراهقين الشنطة على ظهرهم. ولكن أكيد في أمور بنسميها سلامة حملان الشنطة على الظهر، فالشنطة على الظهر عادة ما لازم تكون أكثر من 15% من وزنه للمراهق أو المراهقة. هلأ حملين الشنطة إذا كان عنده سكوليوسس نحن ما بننصحه يحمله على ميلة واحدة للشنطة بس لأن ما نحط ضغط أكتر على الظهر، ولكن كمان ما في شيء مثبت علميا على هذا الشيء. في واحد ممكن يتعالج من السكوليوسس بعمر متقدم؟ يعني إذا قطع سن المراهقة عم نحكي فيه بالأدلتود وقطع سن عمر 30-35، نعم اكتشفنا انه عنده سكوليوسس، هل بيتعالج؟ اكيد في علاجات للسكوليوسس، بس سكوليوسس هون صار هيدا نوع اخر من السكوليوسس يلي بنسميه السكوليوسس الكبار او الادلت سكوليوسس، يلي هو هون حسب درجاته في احتمال يزيد او في احتمال يضل ثابت مثل ما هو. فاكيد تقييم الحاله بهيدا بكل حاله بحالتها بنقرر هل واكيد مع العوارض اذا كان بحاجه لانه نعمل علاج ولا ما نعمل علاج. بس العلاج بالاجهزه عند الناس اللي عندهم سكوليوسس الكبار عاده هو ما انه موجود، العلاج بيكون عاده تدخل جراحي في حالات معينه مع عوارض معينه. بحال عدم علاج السكوليوسس شو هو الاوتكم على صحه الشخص؟ نحن قلنا الدرجات المتقدمه اللي هي فوق الخمسين درجه بنعمل له جراحه. في درجات اذا ما عالجنا سكوليوسس وتقدم كثير في يوصل لتسعين درجه او ما فوق، وبهول حالات او بهذه الدرجات فيها تاثر على الفعاليه تبع القلب والرواية وحتى فيها تاثر على حياه الانسان. فاكيد اذا نحن عم نحكي بدرجات كبيره هون صار في خطر على حياه الانسان اذا ما تعالج السكوليوسس. في ريسكس من انه واحد يعمل سيرجري؟ اكيد مثل اي جراحه تانية في ريسكس، ولكن نحن باي جراحه بنعملها من موازي قديه في عنا فايده من الجراحه وقديه في عنا ريسك من الجراحه، على طول لازم تكون الفايده هي تطلع فوق الريسك من الجراحه، وعلى اساسها بنقرر انه اذا بيمشي حال نعمل عمل جراحي ولا لا. اذا حكينا عن الالتيرناتيف تريتمنت مثل اليوغا فيزيكال ثيرابي، هل هالشيء بيساعد على العلاج؟ مثل ما حكيت واشرت خلال الحديث عنه ما في شيء مثبت طبيا انه هن بيعوضوا عن العلاج بالجهاز عند الحالات اللي هي بتحتاج الجهاز. هي قصص زيادة بنعملها. أنا شخصيا بنصح مرضاي يعملوا سباحة ويعملوا علاج فيزيائي لأنه هيدي بتساعد العضلات وبتخفف إذا عندهم آلام بالظهر بتخففها، ولكن مش هي ما بتعوض عن العلاج بالجهاز اللي اسمه الكرسي. دكتور شيخ طه، في سيمينار بدك تعمله أنت قريبا إن شاء الله. أكيد. إذا بدنا نعرف أكثر عن السكوليوسس ونجاوب على أسئلتكم أكثر، أكيد أنا بدعيكم تحضرونا في عنا سيمينار بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية
حيسائب بقاعة عصام فارس نهار الخميس 11 تموز الساعة 6 المساء. أهلا وسهلا بالجميع. دكتور شكرا. شكرا لك على المعلومات. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. أهلين.